وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تشتهي الطعام فالطعام موجود، أنت عطشان فالماء موجود، أنت ترتاح إلى أمور في هذه الحياة وهي متوفرة لك. حاجات الإنسان إلى الطعام، إلى الشراب، إلى الراحة، إلى اللذة، هي دليل وجود هذه الأشياء في هذه الحياة. لعل هنالك أمور كثيرة أنت لا تشتهيها ولا ترغب فيها لأنك لا تعرفها. الجسم يحتاج إلى أمور، وأنت تجد كل ما تحتاج إليه في الحياة. هذه حاجات الجسم، لكن الروح أيضا لها حاجات. حاجة الروح إلى أشياء أكبر، أوسع، أهم، أخطر من حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب. حاجة الروح إلى شيئين أساسيين مهمين: الحاجة إلى الكمال، والحاجة إلى الخلود. ما من إنسان يأتي إلى هذه الحياة وهو يرغب في أن يبقى لا أن يفنى. وبتعبير الإمام علي سلام الله عليه يقول: وكل يبني بقاءها. وأيضا ترغب في الكمال، لا تقف عند حد معين حتى في حاجات الجسم. يعني مع أن معدتك صغيرة وهي لا تحتاج إلى قلة من الطعام، حتى أن علماء الصحة في هذه الأيام يقولون الإنسان يحتاج إلى البروتين بمقدار 150 غرام، لكن يعبي بمقدار كيلو من اللحم والبروتين. يعني لا يكتفي بالمقدار الذي عنده، دائما يريد الإنسان الزيادة، يريد الكمال. لو أنك كنت ترغب في أن تصبح مليونيرا تملك الملايين، لو ملكتها هل تكتفي وتقول إلى هنا يكفي؟ لعل بعض أصحاب المليارات هؤلاء إذا كانوا يأكلون الأموال، يعني يطبخون الدولار ويأكلون الدولار ويشربون الدولار، هم وأولادهم وأحفادهم، فما عندهم يكفي لكل ذلك، ومع هذا يرغب الإنسان في المزيد. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وإلا ما دام العين ترى فالقلب يتوق إليه، يريده، يرغب فيه. سؤال: إذا كان الإنسان يرغب في الكمال ولا كمال في هذه الحياة، ويرغب في الخلود ولا خلود في هذه الحياة، إذن هنالك عالم آخر تجد فيه الكمال الذي تنشده والزيادة عما تنشده،
وتجد فيه أيضا الخلود هم فيها خالدون. ومن أدلة وجود القيامة والجنة والنار هو حاجة الإنسان ورغبة الروح إلى الكمال وإلى الخلود. هذه الدنيا هي قليل بالنسبة إلى الكمال. الدنيا عادة الناس عندهم عقل المعاش، يعني يرغب في أن يأكل، أن يشرب، أن ينام، أن يعمل، يعني مقدار من العقل اللي يقدر إذا طلع من بيته يرجع إلى بيته يبحث عن ما يحتاج إليه. لكن عقل المعاد عند كثير من الناس غير موجود. عقل المعاش نعم، عقل المعاد لا. ولكن هذه الدنيا هي مثل ألعاب افتراضية، يعني أكو في الإنترنت أعمال تجارية تقوم بها، تشتري دولار في مقابل فرنك، تشتري الفرنك في مقابل الين، الين في مقابل عملات ثانية، تشتري تبيع. لكن هذا عالم افتراضي، ما تحصل شيء، حتى لو ربحت فأنت لا تربح شيئا، وشوية هم تخسر. شنو اللي تخسر؟ هذا الجهد اللي تبذله، هذا الوقت اللي تصرفه. هواية من الأشياء التي نقوم بها، كل الدنيا عالم افتراضي، لأن في نهاية المطاف لا تحصل فيها على شيء. الرابح في الدنيا خسران، فكيف بالخاسرة في الدنيا؟ لكن هنالك الأصل. من جملة الأمور التي جعلها الله في فترة الإنسان أن الإنسان يتوق إلى الصلاح، يتوق إلى الإصلاح، يعجب يصلح أمره ويعجب أن يكون صالح. حتى في الجانب المادي تريد سيارة لكن ما تريد تكون عاطبة، هذه سيارة تشتغل عدل صالحة للتنقل من هنا إلى هناك. فالصلاح من حاجات الروح في الإنسان، وكذلك الإصلاح. المؤمنون يريدون إصلاح المجتمعات، إصلاح الأمم، وربما إصلاح الكرة الأرضية كلها. المؤمن رغبته في أن يصلح، لكن من أين نبدأ هذا الإصلاح الذي تتوق إليه الأرواح؟ تبدأ من نفسك، أنت قادر على أن تصلح نفسك. يعني في حياتك اليومية يوميا تصلح شيء من نفسك وترتقي في مدارج الكمال المعنوية شيئا. كل يوم أنت في فائدة، من استوى يوماه فهو يوما، يعني استووا في شنو؟ في الجانب المادي، أمس كان يربح 100 دينار، اليوم 200، لا، إنما الجانب المعنوي وهو الأساسي. من استوى يوما فهو مغبون، ومن كان آخر يومي شرهما فهو مطرود ملعون، ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى نقصان، ومن كان إلى نقصان فالموت أولى به. تصلح أمرك من هنا، فإن تزكية النفس هي الخطوة الأساسية في عملية الإصلاح. يعني تبدأ من نفسك، ثم تصلح ما حولك، ثم تصلح جيرانك، ثم تصلح بلدك، ثم تصلح مملكتك، ثم تصلح الكرة الأرضية. وإلا نكون مثل ما قال أحدهم، قال الشباب يرغبون في إصلاح العالم، لكن بمرور الزمن يشوف ما يقدر على إصلاح العالم. يقول زين، أنا أصلح مملكتي، المملكة اللي أعيش فيها، وحينما يكبر زيادة يرى أنه غير قادر على إصلاح مملكته، يقول ما عاد مشكلة، أصلح بلدي. بمرور الزمن يكبر يشوف إصلاح بلده مشكل، يصل إلى مرحلة يقول أصلح قومي، وحينما يعجز عن ذلك يقول أصلح أسرتي، ويعجز عن ذلك يموت وهو يفكر في إصلاح نفسه. ولو عكس الآية بأن بدأ من نفسه
ونفس وما زكاها فألهمها فجورها وتقواها. ابدأ من نفسك ثم أصلح ما حولك وكن نموذجا للصالحين في الحياة. مجرد أنك نموذج جيد تصلح المجتمع. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. أنت رجل صالح صادق. بعض الآباء عادة يشتكون من أولادهم، أنا يوم اللي أستمع إلى هذا الأب ويقول هذا يكذب مثلا أو يسرق مثلا أو ما يصلي، حقيقة أفكر أول ما يجي في بالي هو الذي يكذب وعلم أولاده على الكذب، هو الذي يسرق وعلم أولاده على السرقة، هو الذي لا يؤدي الواجبات وعلم أولاده على أن لا يؤدي الواجبات. لأن الأب الكبار عادة قدوات للصغار، الآباء قدوات للأبناء، فإذا كان الآباء صالحين فإن الأولاد يكونون صالحين. على كل حال هنالك حاجات للجسم نجدها، وهنالك حاجات للروح لا يمكن تحقيقها إلا يوم القيامة. يصعد الإمام علي على المنبر يقول والله إني أعلم بدائكم ودوائكم، ولكن هيهات أن أصلحكم بخراب نفسي. أنا أدري شنو مشكلتكم، شوية لو بالخزان نفتحه، شوية لو بيت المال نفتحه، نشتري ضمائر، وأيضا أعاتب الذين يبتعدون عني، أضربهم بيد من حديد، أقتلهم. أنا أعلم بدائكم ودوائكم، لكن معالجتكم على حساب نفسي، ولكن هيهات أن أصلحكم بخراب نفسي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، علوا في السماء، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال أب لولده، كان الأب عالم كبير، قال ايش تريد تصير؟ قال أريد أصير مثلك. قال هيك ما تصير. قال له ليش؟ قال يا عمي أنا كنت أريد أصير مثل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وصرت هذا اللي تشوفه. أنت يوم اللي توصل إلي ما توصل إلى مكان تنافس علي بن أبي طالب في عبادته. نعم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جاء الإمام علي بفالوذج فمد إصبعه وشوية جاب يمفمه، قال أفالوذج هذا؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين، فوضعه في المكان ما أكل منه رد. قيل أتستحرمه يا أمير المؤمنين؟ قال لا، ولكن أخاف أن يقال لي يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا. أنت كنت تريد الدنيا بديلة عن الجنة، تريد كل شيء في هاي الدنيا، ما عندك شغل بالآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، بس أريد الدنيا. خبز ولحم دنيا، أنت تقول الطير وما يشتهون، لا أنا ما أريد، أريد هاي الدنيا. خذ هاي الدنيا، هاي الدنيا متشبعك، يعني حينما ترحل عن هذه الحياة أكو شيء تودي وياك، يعني غرفة نومك توديها في القبر مثلا، قصرك توديها، أموالك توديها، سياراتك توديها. لكن يرغب الإنسان دائما في الكمال ويرغب في الخلود ويريد المزيد. هذا خلي شهواتك ورغباتك خليها ليوم القيامة، هنا أنا ما تقدر. اللي بحثوا عن الدنيا ما الذي حصلوا عليه؟ الذين بحثوا عن السلطان. تدرون الإسكندر المقدوني كان من مدينة مسدونيا، دولة هي دولة صغيرة اليوم قل ما تسمعون عن اسمها، قريبة من اليونان. هذا والده يوم اللي قتل كان عمره 18 سنة، صار مكان والده في دولة صغيرة يحكمها، لكن كان عنده طموح عالي. وأول ما فعل أنه قتلة أبيه، ثم بدأ يغزو البلدان المجاورة، وكانت عنده طريقة خاصة. إلى الآن أساليب الإسكندر تدرس في الكليات العسكرية. هذا الرجل
يوم اللي صار عمره 32 سنة، يعني بعد 14 سنة من وفاة أو مقتل أبوه، كان قد سيطر على الهند والسند وإيران وإمبراطوريات كلها، هضمها في داخل مملكته. هذا الرجل مات، أين مات؟ مات في الحلة، يعني عندكم في العراق مات. يوم اللي صيته انتشر في العالم أنه لا يغزو بلداً إلا وينتصر، وما هزم في معركة قط، ما هزم في أي معركة. طبعاً كان يعيش قبل ولادة السيد المسيح. هذا الرجل كتب إليه إمبراطور إيران، وكانت إمبراطورية واسعة، منها العراق جزء الإمبراطورية الإيرانية، ومنها دول في يعني جوار إيران كلها كانت ضمن الإمبراطورية الفارسية. كتب له رسالة: أنني مستعد بعد أن غزا الهند، وعادته كان يجي بدل ما يغزو هاي المدينة يروح من وراء يغزو مدينة أخرى، بعدين شكل يجي ويغزو هذه ويحاصرها. كتب له الإمبراطور الفارسي: أنني مستعد أن أتنازل لك عن نصف مملكتي على أن لا تحاربنا. أخذ الرسالة قرأها، أعطاها المستشار الأول. سابقا ما كانت مناصب مثل رئيس الوزراء ووزير داخلية ووزير خارجية، أعطاه المستشار ماذا؟ قرأ الرسالة، قال: ما الذي تقول؟ قال: أقول لو أنا مكانك أقبل. فقال الإسكندر: أنا هم أقول لو أنا مكانك أقبل، بس أنا مو أنت أغزوها. وغزا الإمبراطورية الفارسية، وحينما اقترب من الإمبراطور جماعة حول الإمبراطور، هذول هاجموا على صاحبهم وقتلوه، يعني خانوه في الحقيقة وقتلوه. وأول ما فعل أنه حينما سيطر بحث عن قتلة الإمبراطور السابق اللي هو كان يدوره ويريد قتله، وقتلهم جميعا. صار عنده فد مرض بسيط في حلة، في الحلة مات عمره 32 سنة. وضعوا جنازته على الأرض، وجاء الفلاسفة العلماء كذا، كل واحد يرتاه بشيء. قال أحدهم مثلا: إن هذا كان يحرك الكرة الأرضية بيده، إن هذا كان يجمع الأموال والذهب والفضة اللي كانت العملة هي ذهب وفضة مو عملات ورقية، ولكن اليوم الذهب كان مخليه في داخل الجنازة من الذهب، الذهب هو الذي يحتويه، ما يقدر يحرك أصبع إيده. هذه هي النهاية. وقصة تصير بالنسبة لنا عبرة، يعني حتى لو صرت أنت إسكندر المقدوني وغزوت البلاد الهند والسند وحكمت ما حكمت، نهاية شنو؟ الإمام علي سلام الله عليه مر على قبر يدفن صاحبه، طالع شاف القاع، يعني اللحد شافه، قال: ما كان هذا آخره أجدر أن يزهد في أوله. قاع الدنيا وين؟ اللحد، هي قاع الدنيا. نهاية امتلاك الملايين فقر، فقر. من أكل وشرب نهايته يموت وهو جائع وهو عطشان. يعني المرضى اللي يعيشون في المستشفيات ويتمنون أنه فد لقمة يقدر يأكلها سالمة ما يصير به شيء، أحياناً ما يقدر يأكل أصلاً، ينتهي إلى أنه لا يستطيع أن يأكل مهما امتلك من الأموال. واحد مليونير من عائلة روكفلر، هذه كانت عائلة مليونيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الرجل يقول: كنت قاعد في الطابق العاشر من بناية من 50 طابق في نيويورك، وأطالع العمال اللي يمشون، هذا شايل له كيس من الإسمنت، ذاك شايل له حجر، كان عندنا تصليحات في البناية. يقول: كنت أنظر إليهم وأتحسر على حالتهم، أقول: أنا مستعد أعطي ثروتي بس أمتلك صحة هذا العامل اللي مخلي كيس من الإسمنت على ظهره وبيده سندويش يأكل. أنا عندي ضغط، أنا عندي سكري، أنا عندي قرحة المعدة، ما أقدر أكل، ألتذ بالأكل، أشرب وأرتاح. على كل حال، هذه هي الدنيا. تلك الدار الآخرة
نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. عندك رغبة في الإصلاح لا بأس، يمكنك أن تكون مصلحا عالميا، لكن بشرط أن تدفع الثمن. يوم الذي تأكل تشرب تنام، روحك دائما في خدمتك، في خدمة جسمك. تفتح عينك في الصباح تخطط تفكر، وحتى تحصل لك على لقمة طعام. أيضا أعطي ثمن الإصلاح، بمقدار ما تدفع ثمنا للإصلاح فأنت مصلح. شنو ثمن الإصلاح؟ أن تكون مستعدا أن تقتل في سبيل الله. أنا أريد إصلاح الناس، الناس ما يرغبون في الإصلاح، الناس يتبعون الشيطان ومن ثم لا يريدون المصلحين. أكثر الناس ما يريدون المصلحين. يعني لو أنت أحيانا واحد في عائلته يكون منبوذ لأنه يريد الإصلاح لعائلته، لازم تكون مستعد أن تدفع ثمنا للإصلاح. عندنا إحنا ثلاث كلمات: الصلاح والإصلاح والصلح. هذه شعارات ثلاث كلمات ثلاث، سمها ما شئت. أن تكون صالحا في نفسك، مرتاح من نفسك، مو عدو لنفسك. ترى المشكلة تبدأ من النيات. النيات هي جذور الشرور وجذور الخيرات. حينما تكون الروح صالحة فإن الذي يصدر من الشخص هو الصلاح، لكن حينما تكون الروح شريرة خبيثة فإن هذه الخباثة تنتشر في داخل المجتمع. فإذا لم تكن في حالة صراع ويا نفسك، تقاتل نفسك لأنه تريد شيء، وجدانك يريد شيء ثاني، ضميرك، فطرتك، تعيش دائما في حالة حرب. لكن إذا كنت من الصالحين فتعيش في وئام، في اطمئنان، في سلام مع نفسك، وتستطيع أن تصلح. لكن توقع أنه مو كل الناس يكونون مثلك. الله يرحم جدنا، أحد أجدادنا رحمة الله عليه، كان يقول إذا أنت كنت من الصالحين، من الصالحين فالصالحون معك، لكن الأشرار ضدك. وإذا كنت من الأشرار فالأشرار معك لكن الصالحون ضدك. رضا الناس غاية لا تدرك. بس أنت خليك على صلاحك بينك وبين ربك عز وجل. حاول أن تكون صالحا. كيف؟ أن تقرر أن تكون صالحا. كثير من الناس ما مقررين أن يكونون من الصالحين. كان عندنا شاب أيام في البحرين، هذا قلنا له قم روح للحج، فقرر أن يروح للحج. قال لي كل واحد اللي يشوفني يقول بعدك أنت الشباب، شنو راح للحج؟ قلت له يعني شنو؟ قال يعني أنت بعدك لازم تروح ورا شهواتك رغباتك، يعني تروح للحج ترجع تكون خوش إنسان. لا بعدك، ليش تريد تصير خوش إنسان؟ حاول، قرر أن تكون من الصالحين. أن تؤدي ما عليك من الواجبات، أن تبتعد عن المحرمات. الواجبات المحرمات أن تعرفها، ضميرك وجدانك يقدر يقول لك شنو لك زين شنو مو زين. يعني ما يحتاج الإنسان يقرأ كثير من الكتب حتى يعرف الزين من الشين. لا، الزين تعرفه بضميرك بوجدانك، تعرف، راجع نفسك. السارق والذي يمد يده حتى يسرق، جهد إنسان اشتغل لمدة سنة أو سنوات ويسرق منه، لا يعرف أن هذا العمل قبيح. يعرف ليش؟ بالدليل أنه ينكر، أنا ما سرقت، أنا ما سويت. أظلم الظالمين، أشد الطغاة في الأرض يدعون أنهم من الصالحين. لا، أنا أريد الإصلاح. فرعون كان يقول عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم. يعني هو صاير متدين وهو الذي يقول أنا ربكم الأعلى. موسى يريد يخرب دينكم. إذن حينما يعرف الإنسان ويستشير فطرته وعقله، مو العقل أي واحد يقول هذا العقل ما يقبله أو يقبله، لا، هذا مو عقل، عقل المعاد لا عقل المعاش. تستشير عقل المعاد ما يقول إليه أمرك، تصرفاتك، عملك. حينئذ تعرف أن هذه الدنيا زائلة فانية، الرابح فيها خسران، ومن ثم
تقوم بالإصلاح الذاتي، ثم إصلاح المجتمعي، ثم إصلاح المدينة، ثم إصلاح الدولة، ثم إصلاح الكرة الأرضية إن شاء الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.